شكرا معلق لكابتن عصام منيسي، ألف مليون مبروك تأهل منتخب مصر دور الثمانية بالعلامة الكاملة من ثلاث لقاءات وفوز متتالي. المباراة انتهت 35-16 في مباراة الشوط الثاني شهدت تألق كبير من أغلب اللاعبين. يحيى خالد أخذ أفضل لاعب أو مان أوف ذا ماتش. إحنا منتظرين الخاسر من تونس وأنجولا عشان نقابله، مهم جدا جدا دور الثمانية، إن شاء الله يفتح لك البوابة مرة أخرى للدور قبل النهائي. نروح لأرض الملعب مرة أخرى والزميلة العزيزة سالة حامد ولقاء مع المدير الفني خوان كارلوس باستير. طيب مع إبراهيم المصري، يمكن الكوتش اللقاء التالي، ولكن دلوقتي هيكون لقاءنا مع إبراهيم المصري. اتفضل يا سالة. برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم، واكيد بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو، بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت طبعا، يمكن معي في هذه اللحظات اللقاء طبعا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني طبعا كابتن ابراهيم المصري. وفي البدايه برضو ببارك لك يا كابتن هيثم، وبارك لكل الجماهير المصريه طبعا تاهل لمنتخبنا الوطني بالعلامه الكامله، الفوز في جميع المباريات الثلاث مباريات سواء الكونغو غينيا او طبعا الكاميرون النهارده، تاهل للدور الربع النهائي او الدور الثمانيه طبعا من البطوله. ويمكن خلي طبعا ارحب بك كابتن ابراهيم المصري. كابتن ابراهيم طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لحضرتك طبعا النهارده مبروك، شفنا طبعا منكم اداء قوي جدا في الثلاث مباريات، شايف المباراه النهارده ازاي وطبعا تاهل منتخبنا الوطني؟ في البدايه الله يبارك فيكي، يعني احنا واخدين البطوله خطوه خطوه، عندنا ثلاث ماتشات في دور المجموعات. بطوله افريقيا ما بتديش من الدور الثمانيه او السيمي فاينل او الفاينل، لا بتبتدي من اول. بنحاول على قد ما نقدر المدير الفني يعمل روتيشن للعيبه كلها بحيث ان يوزع الجهد البدني على مستوى ثلاث ماتشات، بحيث ان احنا نبدا من دور الثمانيه ماتشات النوك اوت يبقى كله جاهز وكله على نفس الريتم. يعني قدرنا ان احنا يعني نحاول نلعب 100% ثلاث ماتشات اللي فاتوا ونبعد عن الاصابات في نفس الوقت، والحمد لله نجحنا في كده، وان شاء الله ربنا يكرمنا. عندنا انجولا او تونس دور الثمانية، وسيمي فاينال انجولا او تونس برضو، ف يعني ان شاء الله نحاول نكسب. بطوله مش سهله زي ما الناس بتقول، لا الفرق الافريقيه زي ما احنا شايفين بقت في عناصر مميزه جدا، بيلعبوا في الدوري الفرنسي وبيلعبوا في كاس دوري، الموضوع مبقاش سهل زي زمان يعني. ف يعني ربنا يكرمنا والتخطيط اللي احنا عاملينه يمشي زي ما احنا عايزين. يعني زي ما انت قلت طبعا، يمكن اول ثلاث مباريات في دور المجموعات شفنا يمكن المباريات كانت كمستويات ما كانتش قويه طبعا، يمكن شفنا مستر طبعا اخوان المدير الفني كان دايما بيعمل روتيشن ما بين كل اللعيبه بحيث ان كله يبقى جاهز للمباريات القادمه اللي هي المباريات الاقوى والاصعب. بالظبط، هو ده يعني هو ده التخطيط، ان ما فيش لعيب ياخد وقت اكتر من لعيب بحيث ان كل اللعيبه تبقى جاهزه. السكواد بتاعنا تقريبا 20 لعيب تقريبا معظمهم لعب، ف يعني هو دي الاستراتيجيه تقريبا في كل بطولات افريقيا، ممكن نلعب جامد من اول يعني نعتمد على مثلا 15 16 لعيب، يعني هنيجي في الادوار النهائيه الجهد البدني هيقل، لا كل الناس بتلعب بحيث ان احنا ما فيش اساسي ما فيش احتياطي، ننزل ماتش انجولا وتونس نبقى فول باور ان شاء الله. يمكن طبعا يا كابتن عايز اسالك برضو على استعداداتكم بقى ان شاء الله، يمكن المباريات الاصعب والتحديات الاصعب هتبتدي من المباراه القادمه ان شاء الله دور الثمانيه، هتستعدوا لها ازاي يا كابتن؟ طبعا الاستعدادات هتكون مختلفه عن الاستعدادات اللي فاتت. بصي مش مختلفه قوي، يعني احنا نفس النظام، بيبقى في يوم عندنا راحه بين الماتشات، بين كل ماتش وماتش، اليوم ده بيبقى فيه تمرين وفي اكتر من يعني فيديو، هو الراجل ليه نظام معودنا عليه حتى في الماتشات الوديه، احنا لعبنا كذا ماتش ودي قبل البطوله، هو نفس النظام، حتى لو ماتش ودي ضعيف او ماتش قوي هو نفس ليه سيستم وهو بيعمله عشان يعود الناس على الماتشات الجامده ما يبقاش فيه اختلاف، فهو النظام، هنتفرج على الفيديو وهنتمرن على نقاط القوه ونقاط الضعف في الفرق اللي بنلعبها ونعمل اللي علينا، وان شاء الله يبقى معانا التوفيق في الماتشات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه. شكرا ليكي وربنا يكرم ان شاء الله. شكرا لك، شكرا سلام. طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم طبعا منتخبنا الوطني كابتن ابراهيم المصري بعد طبعا مباراه اليوم منتخب مصر والكاميرون، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا وكل توفيق للاعبي منتخب مصر. وابراهيم المصري احد نجوم النادي الاهلي والمنتخب القومي، والحقيقه بنقول عليه بشكل كبير في دفاعات على الدايره خاصه لمنتخب مصر والنادي الاهلي. برحب بضيوف المره الثالثه. كابتن ابراهيم اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هيثم. اهلا بحضرتك المره الثالثه. كابتن ابراهيم اكيد عندك كثير لتقوله عن الشوط الثاني. اول الشوط الثاني كان المنتخب المصري لعب تشكيل حافظ بيه على تفوقه على الكاميرون على مدار ال 30 دقيقه، يعني في اول خمس دقائق جاب يعني الثلاث اهداف في كل خمس دقائق
لغايه لما وصل ل 18 هدف في نهايه الشوط الثاني. صحيح. فده يعني المنتخب احرز 17 هدف في الشوط الاول و18 هدف في الشوط الثاني تيبيكال زي بعض. فلا بس مع التساوي بقى توزيعه مظبوط، غير بقى ان هي الاهداف كلها زادت يعني ما بين لاعب الدايره وال الباك ليفت وال والباك رايت. نعم. من الناحيتين. ده ان دل فيدل ان 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 المدير الفني كتر من لعبه على الدايره على لعيبه الدايره بالاضافه للخط الخلفي. نعم. يشتغل من بره والتصويبات من بره. نعم. ممكن دي فكرته ان هو يشغل الخط الخلفي عشان ينشطه، وممكن برضو ان هو عايز يشغل لاعب الدايره سواء احمد عادل او محمد ممدوح هاشم لما نزل في الثاني في الشوط الثاني علشان يديهم ثقه اكتر. يعني شفنا خيري دخل في اكتر اختراق في اختراق في اختراقات ونزل كور على الدايره كتير. نعم. فلعب الخط الخلفي بـ 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 بكفاءة. نعم. نعم. كابتن محمد، يعني هل تتفق مع كابتن ابراهيم ان الخط الخلفي كان ليه دور كبير في هذه المباراه خاصه في الاختراقات في الاستلام على الدايره؟ رايك ايه فنيا يا كابتن محمد؟ هو احنا لو عملنا مقارنه بين الشوط الاولاني والشوط الثاني يا كابتن هيثم هنلاقي ان الاخطاء بتاعت منتخب مصر قلت شويه، يمكن اللي كان واضح بس في دقه التصويب من خارج التسعة متر. نعم. في كذا كرة اتشاطت على الحارس كانت ضايعة. منتخب مصر هاجم حوالي بتاع 16 هجمة منظمة، ومنهم 4 أهداف كان هجوم خاطف. أغلبية الهجمات المنظمة بتاعت منتخب مصر كانت عبارة عن أسيست بين 2 أو 3 لعيبة خلصت بين اختراق أو تصويب. نعم. لكن مفيش شغل تاكتكس بان في خلال الشوط كله. طبعا طبعا ممكن يكون وجهه نظر المدرب على اساس ان هو برده عايز يخفي الاوراق بتاعته والتاكتيك بتاعه على اساس برده يفرق في مباراه زي مباراه تونس او انجولا في المباراه القادمه. كان واضح الاخطاء بتاع التمرير لمنتخب الكاميرون. يمكن لما منتخب مصر بدا المباراه بدا الشوط الثاني بطريقه 5-1 يمكن نجح ان هو يحد في حته تصويب من بره. نعم. فكان حتى اغلبيه التصويب اللي كان بيتشاط كان بيبقى خارج المرمى. نعم. ونجح يحيى الدرع في اول الشوط يمكن ان هو يقطع كورتين او 3 برده يمكن استحوذ عليهم المنتخب المصري، وقدر برده عن طريق الهجوم الخاطف ان هو يحرز اهداف. كان طبعا كذا لاعب في الشوط الثاني بدا يريحهم مستر باستر، منهم يحيى خالد واشرك محسن رمضان بفعاليه اكتر. يحيى الدرع برده يمكن لعب حوالي 5 دقائق وقعد بقيه الشوط. نزل مكانه كان خيري بدا ياخد وقت اكبر. ممدوح هاشم يمكن نزل برده هو وخالد وليد الشوط دوت وبدا يريح احمد عادل عشان يوزع الحمل على بقيه الافراد. نعم. وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اول المباراه. نعم. كابتن ابراهيم، يمكن كابتن محمد اشار لنقطه مهمه الا وهي البدائل اللي نزلت سواء في الشوط الثاني او في الشوط الثاني بالاخص خاصه في الدايره. النهارده خالد وليد نزل مكان المصري وممدوح هاشم نزل مكان عادل. احمد عادل. يعني شايف الثنائيات دي هو دايما بيثبت خالد وليد مع هاشم. أيوة. ومع محمد ممدوح هاشم، وفي نفس الوقت بيثبت عادل مع ابراهيم المصري. ممكن الماتشات الجايه نلاقي برضو اختلاف في ده، ولا هيثبت الاثنين سواء دفاعا هجوما؟ هو بيعتمد على خالد وليد دفاعيا اكثر منه هجوميا. يعني نعم. اعتماده على خالد وليد دفاعيا، وخالد وليد كان في الدفاع يعني حد كتير من هجمات منتخب الكاميرون في الشوط الثاني. نعم. محمد ممدوح هاشم بينزل هجوما فقط في الوقت اللي هو بيحصل فيه التغيير بعد الهجمه بتبقى خلاص الهجوم الخطف يخلص. نعم. ينزل خالد محمد ممدوح هاشم مكان خالد وليد في الدفاع. في الهجوم مكانه في الهجوم في الدفاع مكان. فده يعني خالد وليد اعتماده بدليل انه خالد وليد شاط 3 كرات على الدايره من على الدايره، خد 3 كور حط واحده واتصدت 2
وخد واحده في الاخر الماتش في اخر الشوط اللي هي الهجوم الخاطف. عنده نزعه هجوميه شويه اكتر من ابراهيم المصري. خالد وليد اساسا باك رايت باك ليفت قصدي خط خلفي يعني عنده بداياته اللعب كانت باك ليفت. طب دي ميزه ولا عيبه يا كابتن؟ لا ميزه طبعا. طبعا انت النهارده بتلعب دايره وفي نفس الوقت بتلعب قوه جسمانيه كويسه. طول خالد وليد حوالي 2 متر او اقل بسيط الله. حاجه بسيطه ما شاء الله. عنده روح عاليه جدا. بيركز كويس. دفاعيا قوي جدا. فاكيد هو يعني هو تقريبا يعني بيجهز انه يبقى هو الخط الخلفي مع مصري او مع حسن قداح مع علي زين. فيبقى هو ده البدائل في الدفاع في الخط الخلفي. طب كابتن محمد برضو نروح للونجات. النهارده عندنا سند، عندنا احمد هشام سيسه، عندنا اكرم يسري، عندنا كمان سيف يعني الديرة. يحيى الدرع سيف الدرع. مع عندنا برضو شايف الونجات النهارده عملوا ايه، خاصه النهارده هدفنا او سجلنا اهداف كتيره من الونجات. احنا عندنا كابتن هيثم عندنا 13 هدف من الونجات، عندنا 4 اهداف لسند، وعندنا 4 اهداف 5 اهداف لسيسا، وعندنا هدفين لسيف الدرع وهدفين لاكرم يسري. انت بتتكلم النهارده في حوالي 35% من نسبه اهداف الجامعه الونجات. بالظبط. يمكن نص السكور عندنا من الونجات. النسبه عاليه. ودي ما كانتش بتحصل قبل كده في الماتشات بتاعت منتخب مصر. صحيح. وما كانش الاعتماد بيبقى على الونجات بيبقى واضح زي الماتشات اللي. طب ده يدل ايه يا كابتن؟ يعني النهارده قول لي ايه سبب ان الونجات جايبه السكور ده في وقت احنا يعني لما بيجيبوا الونجات 5-6 اهداف في كل مباراه بتبقى يعني عملنا انجاز. والله يمكن احنا عندنا حته التنافس بتاعه المركز بتاع الوينج رايت والمركز بتاع الوينج ليفت يمكن متقاربين شويه في المستوى. يمكن سيسا طبعا واخد باع اكبر شويه عن مازن رضا، ويليهم سيف الدرع بيبقى بديل واحد من الاثنين لو هو عايز يريح وينج ليفت. الناحية التانية عندنا سند وأكرم يسري، الاتنين طبعا مستواهم عالي جدا ما شاء الله، وطبعا فرق مع سند كتير حتة الاحتراف طبعا في فرنسا. طبعا دقة التصويب وهداف الدوري الفرنسي، دقة التصويب بالنسبة للونجات ما كانتش موجودة قبل كده. طب يا كابتن هل الفاست بريك، أعرف رأي برضه ضيوفي، هل الفاست بريك النهارده بيعلي نسبة تهديف الونجات؟ يعني اسمع رأيك كابتن إبراهيم، الفاست بريك النهارده اللي احنا رحناه كتير ده على الأهداف اللي جابها الونجات؟ سرعة المباراة هي أساسها فاست بريك. يعني سرعة المباراة بس كده قطع الكور الكتير الفينش تفنيش الهجمة جاية من عند الونجات. لأن هم دول الأسرع لعيبة اللي هي بتجري في حالة قطع الكورة، هم أسرع ناس بتجري وبالتالي بتوصل لهم الكورة بسرعة. بيبقى هم القريبين من يعني أفهم الحسن. من كده كابتن محمد كلام كابتن إبراهيم إنه اللعب السريع بيتناسب يعني طرديا زي ما بيقولوا بقى بلغه الحساب يعني طرديا مع الاهداف اللي بيحرزها الونجات. يعني لو عندي لعب سريع اكتر يبقى الونجات هتسجل اكتر. الكلام ده صح؟ احنا اللي فرق معانا النهارده في حته الفاست بريك اللي قطع الكوره الاعتماد بقطع الكوره ان انت توصل للهجوم الخطف بتاعك. لكن خلينا علق بقى في حته احنا ما شفناش طبعا فاست سنتر طول المباراه، بس وده اصلا عشان المباراه كده المباراه اصلا ما تستدعيش ان انت تلعب فاست سنتر. لكن اغلبيه الفاست بريك اللي حصل كان عن طريق قطع الكوره او الاخطاء الفنيه اللي لعيبه الكاميرون قدرت تحصل عليها وتهاجم عن طريق تمريره او اتنين بتوصل بيهم للجول باقل تقدير. انما السنتره السريعه ما كانش النهارده، لا ما كانش يعني المباراه ما تستدعيش ان العب فاست سنتر. طب كباتن النهارده احنا 3 مباريات عدت في المجموعه، يعني تقديرك بقى يا كابتن هجيلك للسؤال اللي حضرتك يعني ايه يعني خلعت مني في في الاستوديو اللي قبل اللي فات، تقييمك النهارده للجهاز الفني شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ انا ما بقولش اديلوج احنا مش بنقيم يعني، بس ولكن هل شايفه ماشي حتى الان بخطى ثابته نحو الهدف الاكبر وهو بطوله افريقيا؟ في لو حضرتك لاحظت يا كابتن هيثم في كلام كابتن عبد الله والكلام اللي قبل كده السابق. أيوة. ان الوينجات بتاعتنا اشتغلت. طب حضرتك عايز تروح بيا فين؟ اللي عايز اروح بحضرتك فيها ان ما كانش قبل كده بتشتغل. فدي ميزه ان انا بفتح دايره الخط الخلفي. لا مش الخط الخلفي، بفتح دايره المصوبين على الاجوان اللي احراز الاهداف ما بخسرهمش على الخط الخلفي. نعم يعني بتوسع مشاركه اللعيبه. مشاركه اللعيبه تمام وجاهزيتهم انهم في انهاء الهجمات
عشان ده يودينا لايه؟ ان انا اسلحتي زادت؟ طبعا طبعا اسلحتي الهجوميه النهارده كان عندي طرفين بيبقوا شغالين النهارده طبعًا. الطرفين وخلي بال حضرتك ده مش في الماتش النهارده بس ده في الماتشين اللي قبل كده الماتش ما انت ما عشان ما الله ينور عليك يا كابتن الله ينور عليك. طب كابتن محمد شايف كلام كابتن ابراهيم انت بتضحك يا كابتن محمد الكلام عجبك صح؟ انا لا هو انا اقول لحضرتك على حاجه هو بالنسبه للتقييم بتاع الجهاز الفني في حاجات فنيه بتحصل في الملعب يمكن جزء من التكتيك بيبقى باين على اساس ان انت تعرف اذا كان في جمل بتتعمل ولا عليها ولا لا تمام ايه بقى دي بيبين الثنائيات او الثلاثيات اللي بتتم بتحصل بتفاهم بين اللاعبين فده بيدل على ان اي لعيب يلعب جنب اي لاعب تاني بيقدر ان هو ياخد يعني في سيستم يعني في سيستم بيعملوه بيقدر ياخد الخطوات بتاعته او ياخد السرعه بتاعته مدير فني المقاولين بقى يا كابتن فدلوقتي بقى يعني يعني عمال تاخد برضه من الحاجات دي وتزود لا احنا يعني. احنا بنتفرج بره ما بناخدش من الماتشات دي طيب يعني نرجع لحتتنا الاولانيه ان هو كابتن ابراهيم قال حته مهمه جدا ان النهارده مستر اخوان كارلوس باستير نجح بشكل كبير انه يزود القوه الهجوميه لمنتخب مصر بانه يبقى جعل الوينجين احنا كده كده الخط الخلفي بنتميز بيه بقى لهم دور بالظبط والنهارده الوينجات بقى لهم دور اكتر فالنهارده انت بقى عندك مالكش حلول وينجات عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان احنا على الخط الامامي الوينجات احنا اتكلمنا عليهم ان هم يعني حاطين حوالي 13 هدف احنا عندنا الخط الامامي للاعيب الدايره كان بقى برضو كان ما شاء الله عادل وخالد عندنا عادل وخالد وليد وممدوح هاشم والمصري حاطين حوالي مثلا 13 هدف هم كمان ما شاء الله انت النهارده يعني انت عندك المباراه اغلبيه السكور خط امامي والخط الخلفي الثلاثه والخط الخلفي السنتر هاب او صانع الالعاب والباكين عندي حوالي مثلا بتاع 8 اهداف 9 اهداف من الخط الخلفي ده تحول غريب يعني اغلبيه السكور اللي موجود غريب. من الخط الامامي سواء لا. من وينجات او من لاعبي الدفاع كابتن ده تحول غريب ده لو عملناها يعني احصائيات او عملناها مقارنات هنلاقي ان كل ان الخطوط كلها بتحرز اهداف مش قصر على خط معين يعني ما عنديش لعيب واحد هو الهداف يعني حسن قداح ولا مركز واحد ولا حسن قداح جايب جونين يحيى الدرع تقريبا جايب جونين يحيى خالد جونين مع او ثلاثه مع التمريرات اللي هي العبقريه مع يحيى الدرع ومع الوينجات وتشغيل الوينجات وكده خيري نفس الشيء جونين لو قسمناها هنلاقي كل لعيب جاي في حدود من الثلاثة لأربع تجوان لو جمعناها كلها تيجي النتيجة أنا عايز أضيف حاجة يا كابتن هيثم هي العملية برضو مش بالأهداف يعني بدليل إن يحيى خالد واخد راجل مباراة وهو جايب ثلاث أهداف مش بس بالأهداف. عامل كام أسيست مش بالأهداف صح عامل كام أسيست لاعب كام لاعب كام لعيب جنبه باصة كام تمريرة فدي تفرق كتير يعني هو لعيب الهاندبول مش بالهدف العملية عملية الفنيات اللي في الملعب او ان اللعيب بيأدي ايه في الملعب بيقدر يخدم فرقته هو كابتن ابراهيم بس يعني بي بي يعني السؤال دايما كده امسكه انا في السؤال كده يطلع بذكاء بس هي الفكره واضحه انه اداء المنتخب النهارده يا كابتن ابراهيم طبعا مع كل التقدير يعني احنا بنتكلم على مستر باروندو المدير الفني السابق عمل انجازات كبيره ورابع اولمبيات والكلام ده كله بس احنا بنشوف فنيا كل شيخ وليه طريقه نعم فكل واحد بيبقى له طريقته طالما بيحقق هدفه فهو ناجح يعني سواء ده حلوة دي. هي دي الطريقه اللي انا كسبتها فانا ناجح انا خلاص حققت الهدف لو رحت بالطريق ده ونجحت هو لو رحت بالطريق ده ونجحت بس المهم توصل للهدف بس هدفي هو ده اللي انا بسعى له فهم دلوقتي يعني مستر باروندو يعني دخل بطولتين وربنا اكرمه فيها اللي هو خاصه بتاع تونس اللي كسب تونس في تونس وكسب مصر يعني. تونس برضو اللي كانت تانية بعدها في مصر يعني. طب كابتن حراسة المرمى النهاردة كان برضو عصام الطيار غايب زي ما قلنا والنهاردة الاثنين شاركوا صح ولا يعني لا ما كريم بس كريم بس احنا النهاردة هنتكلم عن كريم هنشوف النهاردة كريم هنداوي اداؤه ايه هل انت شايف ان اداؤه زي المباراة اللي فاتت ولا كان غير وفعلا مستر باستير استمر في سياسته انه بيدي للجول المباراة كلها نسبة التصديات بتاعت كريم هنداوي يمكن وصلت حوالي 16 تصدي في خلال المباراة من كام بقى؟ ما هدي برضو تفرق بس هنعرف ما هو الإحصائيات للأسف بتتأخر ما بتجيناش بعد الماتش على طول بالظبط يعني احنا لو احنا نقدر نقول مثلا ممكن من حوالي 25 تصويب عليه بس خلي بالك كابتن انا برضو عندي كومنت على الإحصائيات ان البطولة ما بتطلع يعني في البطولات الكبيرة
بتطلع الاحصائيات بعد المباراه على طول، بتلاقي الكوتشات بتاخد الاحصائيات وماشيه بيها. للاسف البطوله دي الاحصائيات احنا يعني عشان نجيبها بنجيبها بشق الاول بس. يمكن الشوط الثاني يمكن نسبه التصويب اللي تمت على كريم هنداوي كان قدر منتخب مصر يحد من التصويب بتاع الخط الخلفي لمنتخب الكاميرون. نعم. كانت اغلبيه التصويبات يمكن خارج المرمى، واللي اتشاط على كريم يمكن حوالي بتاع 7 كور قدر ان هو يصدهم من خلال التصويبات اللي سبع تجوان الشوط الثاني و9 الشوط الاولاني. في طبعا كور ضايعه كتير، حوالي مثلا بتاع 5 من الخط الخلفي و4 من الخط الامامي لعيبه الكاميرون قدر ان هم يتصدوا. بس يعني الشوط الاول يا كابتن والشوط الثاني تيبيكال تقريبا، يعني الشوط الاول 17-9 لينا والشوط الثاني 18-7. يعني احنا افضل في الدفاع، في الهجوم هو احنا حاطين 17 هدف حاطين 18. ولكن حضرتك تفضلت مشكورا ان توزيع ال 17 هدف كانوا بشكل مختلف عن الشوط الاول. تمام. كل 5 دقايق حضرتك مقسم نسبه لكل 5 دقايق من الشوط. ولكن في دفاعيا هم الكونغو حطت اقل جونين من الاول، ولكن برضو يظل الارقام هي، وده في حد ذاته انا شايفه نجاح. يعني برضو انه يعني يقدر مستر باستير يمشي باللقاء بنفس الاداء يكون كويس. هو يعني زي ما هو عمل تغيير في شكل. طب كابتن انا اسف مضطر معلش اقطع حضرتك، لان احنا لما بيكون معانا اللقاء جاهز في ملعب اكيد بنروح على طول للصاله، ومعانا مراسلتنا العزيزه سالة حامد ولقاء مع المدير الفني. مهم جدا اللقاء ده، مستر خوان كارلوس باستير اللي بنبارك له يا سالة، بنقول له 1,000,000 مبروك، وبنقول له احنا كلنا وراك ان شاء الله في دور الثمانية ودور الاربعه والنهائي حتى البطوله باذن الله. اليك الكلمه يا سالة. مشكور جدا طبعا يا كابتن هيثم، وبالتاكيد برحب بيك من جديد وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت كان حاليا معي لقاء طبعا مع المدير الفني الاسباني لمنتخبنا الوطني مستر اخوان كارلوس باستور. اوف كورس مستر اخوان ذا هيد كوتش فور ذا ايجيبشن ناشونال تيم، اوف كورس ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند اولسو ليت مي تيل يو كونجراتوليشنز فور ذا ايجيبشن ناشونال تيم كواليفايد فور ذا كوارتر فاينلز، سو كونجراتوليشنز. ثانك يو سو ماتش. اوكي thank you. Okay, this is we make today good job. Okay, we include one new player in the list, Kadak. Also, we continue with the rotation with other players, also to rotate the players in the list. So, okay, ready for the quarterfinals. Also, I want to ask you about the performance of all the players. We saw today a very great performance from all the players, also in the last matches against Congo and also Guinea, and today against Cameroon. We saw a very great performance from all the players. So tell me your opinion about the performance. Okay. In previous matches, we lost a lot of balls, for example. We missed shoots. The worst thing was we lost a lot of balls. Today, we didn't lose many balls, but we missed a lot of shoots. So we need to improve in the next matches, because today we missed 20 shoots, more or less. It's too much also for easy situations or clear situations. In one match closer, maybe we have problems with it. So we need to be concentrated more in the match and continue with the performance, no? With the team. We know that the other teams are coming, probably better teams like now. But we need to increase our performance from these matches. طبعا يا كابتن هيثم كنت بساله في البدايه، طبعا باركت له على تاهل منتخبنا الوطني للدور الربع النهائي من البطوله. يمكن طبعا اتكلم معايا قال ان النهارده المباراه كانت في وجهه نظره كانت مباراه جيده، يمكن كمان اتكلم على الروتيشن اللي بيتم ما بين جميع اللاعبين. يمكن قال طبعا ان هو بيعمل روتيشن ما بين كل اللعيبه عشان الكل طبعا يشارك ويبقى عنده فرصه ان هو يشارك ويبقى جاهز كمان لجميع المباريات الفتره القادمه. يمكن كمان سالته عن رايه في الاداء النهارده ورايه في الاداء يعني المباريات اللي فاتت. قال انه المباريات اللي فاتت طبعا احنا يعني كان في امامنا يعني العديد من الاهداف ان طبعا نقدر نسجلها، ضيعنا اهداف كتيره جدا الماتشات اللي فاتت، لكن النهارده هو راضي جدا عن الاداء، شايف ان النهارده طبعا يمكن كان في بعض الاخطاء بسيطه في مباراه اليوم، ولكن النهارده هو شايف ان هم ما ضيعوش اي اهداف كانت محققه طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وشايف طبعا انه كل ده في اطار يعني تجهيز يعني جميع اللاعبين للمباريات القادمه والمباريات الاصعب طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. مستر باستور اوسو ليت مي اسك يو اباوت اوف كورس The Egyptian national team qualified for the quarterfinals. Of course, there will be different preparations for the next match because the next match will be level harder than the last matches. So, how are you going to prepare with all the players to the next match? Well, more or less like the same
the same program, like the same schedule like usually, no? We need to check the videos are ready from Angola, from the last matches. We need to prepare the match with our system. We train tomorrow in afternoon. We will watch video tomorrow or after tomorrow. We try to prepare very seriously the match. And also, who will win from the next match, Angola and Tunisia? Of course, the national team will be ready to play the next match against either Tunisia or Angola. So, guess. We don't know. Against now we are waiting. No, now when I finish here, I would like to go to hall number two to check the first half. After we get the video, we start to work tonight about that. So the team we know tonight 9:30 more or less against this team we play quarterfinals. We need to be ready to play against any team. Okay, but you're gonna watch the first half from the next match. Yes. طبعا يا كابتن هيثم كنت بكلمه عن طبعا التأهل لدور الربع النهائي، يمكن التحضيرات طبعا هتكون مختلفة، يمكن قال لي ان التحضيرات هتكون بشكل طبيعي جدا، يعني كالعادة هيبقى في محاضرات فيديو او فيديو ميتنج مع جميع اللاعبين بيتكلم فيها طبعا عن الأخطاء اللي تمت في المباريات اللي فاتت، ويمكن طبعا برضو هيتفرجوا على الفيديوهات أكتر لسواء منتخب أنجولا أو منتخب تونس، يمكن برضو اتكلم في انه التمرين هيكون بشكل طبيعي بالنسبة لمنتخبنا الوطني، الفطار الغداء العشاء، يعني البروجرام الطبيعي بالنسبة لمنتخب ده الاستعدادات ان شاء الله للمباراه القادمه. كمان قال لي انه يعني بعد اللقاء ده هيروح هو وجميع الفريق يتفرجوا على المباراه القادمه ان شاء الله اللي هي بعد شويه مباراه تونس وانجولا، هيتفرجوا على الشوط الاولاني من المباراه عشان طبعا يشوفوا الفرقتين، وهو قال يعني مش فارق معانا مين اللي هنواجهه طبعا في المباراه القادمه، فهنكون مستعدين سواء لمنتخب تونس او منتخب انجولا. مستر باسور ثانك يو سو ماتش فور ذيس انترفيو اند جود لك فور ذا نيكست ماتش، اند ذي تولد مي ان ذا ستوديو ذات وي اول ذا سبورت for you and all the national team in the next match. Thank you. Okay. You are welcome. Thank you so much for your support. See you soon. Ciao, ciao. طبعا يا كابتن هيثم قلت له ان طبعا حضرتك يعني بتقول له تحياتك وكمان الدعم الكبير منك طبعا من استوديو قناه النادي الاهلي، يمكن وصلت له الرساله دي، وهو بيشكركم جدا طبعا على الدعم الكبير منكم. والان العوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا. كان لقاء مهم مع المدير الفني خوان كارلوس باستيرو، الحقيقه كلام متزن، كلام معقول، كلام بيدل على مدير فني عارف وعايز يروح بفرقته فين. النهارده شفنا كمان انه راح يتفرج بعد قليل على مباراه تونس وانجولا، مش فارق هنقابل مين في دور الثمانيه، احنا هنقابل الفرقه الثانيه هتبقى في دور الاربعه، يعني انت كده هتقابل الفرقتين، فطبعا مفيش افضل من انت تشوف الفرقتين بيلعبوا بعض. يعني يا كابتن شايف تصريحات مستر خوان كارلوس باستيرو ازاي؟ عاقله جدا ومعتدله جدا، وبعدين قال حاجه جميله قوي، قال لك احنا برنامجنا عادي نفس البرنامج اللي احنا ماشيين بيه بنفضل بيه بنستمر عليه، حاجة مختلفة. عشان ما يحصلش نوع من التنشنه والتوتر بين اللعيبه، يعني انا لاعب النهارده ماتش، بكره عندي ماتش، بعده عندي ماتش، نفس البرنامج اليوم اللي بعمله هو مفيش هو وبنتفرج على فيديو، بنتفرج على مش عارف ايه، ونعمل محاضرات، ننزل الغداء، الفطار، العشاء، السيستم ماشي بشكل طبيعي بحيث ان ما اللعيبه جاهزه للمباريات في اي وضع، بدون توتر، بدون انفعالات، عشان مزيد من التركيز، عشان ان شاء الله تحقق الهدف اللي احنا بنلعب عليه للبطوله ان شاء الله. كابتن محمد، شايف تصريحات مستر باستير ازاي؟ هل النهارده يعني مطمن من الدنيا؟ شايف برضه زي ما قال كابتن ابراهيم ان وجود سيستم ثابت الفترة دي برضه مهمة، عشان مش مفيش أدنى يعني سبب للتوتر. هو شيء طبيعي طبعا إن يكون المدرب أو المدير الفني عنده ثقة مطلقة في اللاعبين بتوعه، وطبعا كون إن يبقى عارف هو البرنامج بتاعه ماشي إزاي، ومش عايز يتنشن طبعا اللعيبة زي ما كنا بنتكلم. ما فيش تغيير في السيستم بتاع البرنامج اللي ماشيين عليه. الفرقة القوية ما بتبصش للفرق التانية، بتمشي بخطة ثابتة لحد النهاية، بتحاول ان هي تمشي بثقة مطلقة وفي نفس الوقت محدودة، نعم، علشان ما يحصلش اي دروب ليها. وبالتالي طبعا مستر باستر اكيد عارف طبعا البرنامج بتاعه ماشي ازاي، وكل لعيب عارف نظامه ايه والسيستم اللي ماشيين عليه ايه. اللي طبعا اللي جاي هيبقى اصعب، فالتركيز لازم يبقى اقوى.
فهو دوت يمكن اللي هيحصل الفتره اللي جايه. كابتن اتفرجت على تونس ولا لسه؟ لا ما شفتش. نتفرج عليها دلوقتي في المباراه اللي جايه. بس شايف يعني اكيد برضو تونس اسم كبير وجايه يعني بافضل نسخه ليها او من افضل النسخ اللي كانت على اطلاق الدوره دي. شايف الوضع ازاي؟ شايف الامور ماشيه؟ الوضع هيبقى قوي طبعا، لان تونس يهمها بالدرجه الاولى انها تخش الاولمبياد، فعايزه تخش من اول مره، مش عايزه تخش من الملحق. من الملحق لانها بقى لها كام سنه مصر بتخش الاولمبياد وهي ما بتروحش، فهي هتلعب بمنتهى القوه عشان تحقق الهدف ده. وان شاء الله طبعا ما يتحققش يعني. ان شاء الله. كابتن ابراهيم انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتني، والحقيقه استمتعت النهارده جدا بتحليل حضرتك. والف مبروك. انا مبسوط بحضرتك، والف شكر، والف مبروك منتخب مصر ومنتخب والجماهير مصر. وان شاء الله الماتشات اللي جايه نبارك برضو بالفوز ان شاء الله وبالبطوله. كابتن ابراهيم سيد نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق بشكرك. كابتن محمد عبد الله نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر وطبعا مدير فني نادي المقاولين بشكرك. متشكر يا كابتن هيثم، ومتشكرين لقناه النادي الاهلي ان هي بتستضيف حدث زي ده، وان شاء الله نبارك الماتشات المنتخب الماتشات اللي جايه، وان شاء الله نقدر نفيد الجمهور بتاعنا ومشاهدينا. اكيد ان شاء الله. كابتن الله يخليك، نورتيني وشرفتني. متشكر يا كابتن. اعزائي المشاهدين، دي كانت نهايه طبعا استوديو التحليل ونهايه جولتنا. بس الحقيقه لازم اقول لفريق كره السله مبروك امبارح الفوز على نادي الزمالك 70-69 في مباراه كان النادي الاهلي متاخر فيها 17 نقطه، استطاع ان يحول تاخره في الشوط الثالث ب 17 نقطه الى فوز في نهايه المباراه بخبرات لعيبته وادائها. فلازم نقول مبروك هذا الاداء في الوقت النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي في كره السله بتعاني من بعض الغيابات زي عمرو زهران ومؤمن خيري، اصابات كبيره الحقيقه. نتمنى ليهم كل الشفاء والف منهم مبروك. والحقيقه يعني ان شاء الله هم داخلين على الجد، نتمنى لهم كل التوفيق زي ما بنتمنى لكل فرق النادي الاهلي التوفيق، واكيد طبعا منتخب مصر. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الافضل.